بقفل مؤسسه ابراهيم بدران مختلفه ان هي اولا بيبقى معايا ادويه، مش دايما بيكون معانا ادويتنا، معانا معمل فلو احتاجنا اختبارات عمليه بتبقى متوفره. التنظيم بتاعنا الحمد لله كويس قوي، معانا مجموعه كبيره من المتطوعين الغير طبيين بينظموا لنا الدنيا، بيدخلوا العيانين كل واحد التخصص بتاعه مظبوط. دي تاني مرة اشترك فيها في قافلة مؤسسة ابراهيم بدران. انا دوري في العيادة بيبقى ان انا متطوع غير طبي، بساعد في صرف الادوية للعيانين على حسب ما بتتوصف لهم. في حالات بتبقى محتاجة متابعة من القاهرة، فبيبقى عندنا زي عيادة تحويلات بناخد منهم بياناتهم وايه الحالة بتاعتهم، وبالتالي بتنزل مصر وبنقوم باللازم على حسب الحالة. كل مرة بيبقى فيه تنظيم احسن من الاول، يعني كل مرة من ابتدت القافلة رقم 3 كنا تقريبا 15 او 10 اشخاص بس، دلوقتي حاجه و90 او 100 وحاجه. شاركت 4 أو 5 مرات في القافله، دوري بيبقى بقف على الباب بساعد الناس ان هي تدخل، بنوزع ورق كروت الوان على كل عياده مختلفه، وبتمنى ان الناس اكتر تشارك يعني عشان الناس كتير محتاجه مساعده. محتاجين ان انتوا يبقى في ناس اكتر تساعد، وانا بنصح الناس كلها انها تيجي لان دي حاجه خيريه وحاجه حلوه ان احنا نعملها في حياتنا.